يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. ميبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الأفاضل متابعي قناة الجزائر الدولية، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج شان الجزائر الذي يأتيكم يوميا على قناة الجزائر الدولية لمواكبة الحدث القاري الذي تحتضنه الجزائر شان 2022. عدد اليوم إذن سنعود فيه لفوز غانا على السودان بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، كما سنتحدث عن برنامج مباراة اليوم ومواجهتي وهران ملعب ميلود هدفي الأولى بين موريتانيا وأنغولا في المجموعة الرابعة والثانية بين النيجر والكونغو لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة. كل هذا إذا المشاهدين مع محللي قناة الجزائر الدولية كالعادة الدولي الجزائري السابق نصر بويش. أهلا نصر. أهلا وسهلا خالد. مع الإعلامي الجزائري القدير فضيل حفيظ. مرحبا فضيل. أهلا وسهلا. إذا مشاهدين البداية مع فوز غانا التي عادت من بعيد في الشوط الثاني بثلاثية كاملة أمام منتخب السودان الذي فشل في تدشين مشاركته في الشان نصر بفوز، كيف تابعت هذه المباراة؟ أولا لازم نقولوا أنها نصف مفاجأة، لأنه يعني كان المنتخب السوداني مرشح للفوز بعد ما شفنا المستوى تاع الفريق الغاني في اللقاء الأول ضد مدغشقر. نظن أنه المنتخب السوداني اللي بدأ اللقاء بقوة، فتح باب التسجيل، ضيع عدة فرص كانت من طرف الغربال، كرة على القائم، شفنا مستوى لباس به في نصف ساعة الأولى. المنتخب الغاني عدل النتيجة في وقت بدل ضايع من الشوط الأول في هذا الوقت كما نقولوا الحاسم. في الشوط الثاني المنتخب الغاني عاد في اللقاء، آمن بقدراته وعرف كيف يسير اللقاء، سجل هدفين، فاز ب3-1. أنا نظل نتيجة ثقيلة للمنتخب. فعلا فضيل، غانا تعود من بعيد تقلب الطاولة على المنتخب السوداني، في رأيك ما السبب في تراجع السودانيين بعد شوط أول نسبيا موفق كما قال ناصر، يعني ثم تراجع رهيب بدنيا فنيا من جميع النواحي؟ هو يعني ما تقريبا المنتخب السوداني يعني سيطر في 30 دقيقة الأولى وكان قادر يسجل أكثر من هدف، ولكن مرة أخرى يعني نقص الفعالية في الهجوم، كان نقص الدقة في التمريرة الأخيرة في اللقطة الأخيرة يعني خلاه ربما ضيع. ولكن تعديل النتيجة من طرف منتخب غانا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني هو اللي قلب المباراة. المنتخب الغاني صحيح انه يعني تكلمنا امس قلنا باللي ربما المدرب عمل بعض التعديلات على التشكيله، نفس التشكيله اللي لعبت الشوط الثاني ولكن عليها تعديلات، يعني لعبت باكثر سرعه، تحكم اكثر في الكره، ونظن هذا هو الشيء اللي قلق اللاعبين السودانيين اللي ارتكبوا عده اخطاء في الاسترجاع، كان اخطاء حتى في الكره الاخيره في الدفاع، شفنا انه كيف جاءت الاهداف. المنتخب الغاني الشوط الثاني يعني وكانوا لعب على اخطاء السودانيين وما خلوهمش يلعبوا اللعب تاعهم. نعرف المنتخب السوداني عنده طريقه، هذا الفريق بالذات لما يسترجع الكره يلعب سرعه كبيره خاصه على الاطراف. المنتخب الغاني بقى في منطقته، ولما استرجع الكره كان يلعب على اخطاء المنتخب السوداني، وهذا اللي خلى المنتخب ينهار، وشفنا انه عده اخطاء حتى لما تسجل الهدف الثاني تاع غانا. المنتخب السوداني صحيح انه حاول يرجع، حاول يعمل هجمات مضاده، وشفنا انه مرتين يعني تقريبا المهاجمين تاع وجه لوجه، ولكن الفعاليه كانت ناقصه. المنتخب الغاني نظن باللي يعني يبين مره اخرى انه صحح الاخطاء تاعو تاع مباراه مدغشقر، وظهر بوجه ربما سيكمل بهذه الطريقه في بقيه البطوله. فعلا فضيلة، بس نتوقف مشاهدين عند تصريح مدرب المنتخب السوداني الذي تحدث عن نتيجة هذه المباراة والدخول غير الموفق لمنتخبه في أول مباراة في شان الجزائر. احنا لسه في المنافسة، عندنا كورة جاية مع ما تبشكر، بنركز فيها إن شاء الله، وإن شاء الله زي ما غانا عادت احنا برضو بنرجع في الكورة. حزيمة ما توقع طبعا، أضيعنا فرص، بيضيع بيقبل، أعطينا فرص كثيرة جدا في الشوط الأول، كان ممكن إحنا تحسم النتيجة،
لكن دي اراده الله يعني. ويقفوا معانا وخزناهم احنا ويقفوا معانا وقفه شكرا للشعب الجزائري. والله الاجواء ما كانت ما عامل مؤثر يعني ما عامل مؤثر. افتكر انه اجواء طبيعيه ما, 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 ما هي السبب الاساسي. والله افتكر انه احنا اضيعنا فرص اضيعنا فرص ولا الفريق الغاني الفرص اللي قال البسيط احرزها احنا اضيعنا فرص كثير. للمشاهدين كان هذا تصريح محسن سيد مساعد المدرب المنتخب السوداني. ناصر كيف تعلق على ما قال هذا المساعد؟ أكيد أنه نذكر فقط أنه مدرب المنتخب السوداني قاطع ندوة صحفية لمباراة الأمس. لا نشوف أنه كلام مساعد المدرب يقول أنه ضيعنا عدة فرص. حقيقة ضيعوا عدة فرص. المنتخب الغاني ربما كانت عنده استغل كل الفرص اللي كانت فعالية من جانب المنتخب الغاني، ما كانتش الفعالية من جانب المنتخب السوداني. لما ما تكونش عندك فعالية أمام المرمى أكيد أنك في الأخير ربما تخسر اللقاء. ونظن أنه هزيمة ثقيلة، لازم نقولوا على هزيمة ثقيلة، ومن الصعب أن المنتخب السوداني حتى ولو خطوط تبقى باقية لكن عقد مأمورية تعرفين. نعم فضيل، مهمة صعبة كما يقول ناصر بالنسبة للمنتخب السوداني، خاصة أنه سيواجه في الجولة الثانية والأخيرة منتخب مدغشقر الذي أبهر في المباراة الأولى وفاز على منتخب قوي مثل المنتخب الغاني. وفي الحقيقة يعني ما نقدرش نسبقوا الأحداث بالنسبة للمباراة الثالثة، يعني لأنه في الجولة الأولى مثلا لا أحد كان يتوقع أن مدغشقر ستفوز على غانا مثلا. يعني نظن باللي المباراة هذه المنتخب السوداني ما عندوش حل يعني إلا الفوز، وحتى الفوز قد لا يكفي للتأهل لأنه ستلعب على فارق الأهداف ومجموعة من ثلاث فرق دائما الأمر فيها صعب لأنه كان ست نقاط فقط في المطروحة وتتأهل اللعب. ولهذا فنظن أن المنتخب السوداني عقد من مهمته، أولا أنه خسر المباراة وثانيا أنه خسر بثلاث أهداف مقابل هدف، يعني أنه نقص اثنين يعني. ولهذا فحتى إذا حاول يفوز في المباراة الأخيرة لازم يفوز بثلاثة أربعة أهداف حتى ربما يحسن المردود التهديفي نتاعو. ظن باللي مهمته ستكون صعبة. المنتخب الملغاشي اللي نقدر نقوله أنه فجر مفاجأة في المباراة الأولى لن يستسلم، وربما سيلعب بروح عالية، هو عنده ثلاث نقاط ربما سيدخل بنقطة تكفيها يدخل بروح عالية أمام المنتخب السوداني. والآن على المدرب السوداني وعلى المنتخب السوداني واللاعبين السودانيين إذا كان هذا الفريق هذا صحيح عنده مهاجمين وقادر يسجل أهداف فعليه أن يبين ذلك على الميدان ضد منتخب مدغشقر في الجولة الأخيرة. فعلا حسابات معقدة كما هو الأمر بالنسبة للمجموعتين الرابعة والخامسة. نذكر المشاهدين ببرنامج مباريات اليوم، إذا موريتانيا أونغولا على الساعة الخامسة على ملعب ميلود هدفي بوهران، المنتخب الموريتاني الذي سيدشن مشاركته في شان الجزائر بمناسبة مباراة أونغولا، بالإضافة لمباراة النيجر والكونغو الذي انهزم في أول مباراة أمام منتخب الكاميرون بهدف دون رد. نتوقف مشاهدين عند هذا التقرير الذي يتحدث عن مشاركة المنتخب الموريتاني الذي سيدشن كما قلنا مشاركته في الشام بمواجهة صعبة ومعقدة أمام منتخب أونغولي أبهر بدوره في أول جولة. مشاركتين مخيبتين في طبعتي 2014 و2018 وخروج من الدور الأول بدون أي نقطة في الرصيد، يدخل المنتخب الموريتاني الجزائر 2022 بنوايا مختلفة تماما هذه المرة. الستاج كان استاج ما شاء الله، كان لعبنا مباراتين وفزنا فيهم والتحضير كان تحضير ممتاز، وإن شاء الله باقي مباراتين ان شاء الله بدون مجموعات ان شاء الله نحقق المطلوب ان شاء الله. النية في احداث المفاجأة تؤكدها الاستعدادات الجيدة التي اجراها منتخب المرابطون بداية بالجزائر ثم بنواكشوط وختاما بتونس، اجروا خلالها تربصا تخللته عدة مباريات ودية تحضيرية اغلبها ضد منتخبات معنية هي الاخرى بالمشاركة في شان الجزائر كوديفوار والنيجر، وكانت كلها لأبناء الصحراء. محضرين عنا نفاجعوا إن شاء الله تعالى جمهور الموريتاني، وإن شاء الله نفاجعوا ملي البطولة إن شاء الله تعالى. الوجه المغاير للمرابطين في الموسم المنصرم لم يكن وليد الصدفة، وإنما نتيجة ثورة قام بها رئيس الاتحادية الموريتاني أحمد ولد يحيى الذي استخدم الموسم الماضي المدرب أمير عبد الذي يملك في رصيده 13 فوزا، 6 منها مع المنتخب المحلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طموحنا هو اولا التاهل للدور الثاني، ولماذا ان شاء الله التاهل للنهائي والفوز باللقب ان شاء الله. ان شاء الله شفنا نقاط ضعفه نقاط قوته، منتخب من اقوى المنتخبات اللي فاتوا شفنا يلعبوا، وان شاء الله كل مباراه ان شاء الله جايين ياكل حقه 3 نقاط، والمهم عندنا التاهل ان شاء الله الدور الثاني ان شاء الله. المنتخب العربي ومنذ وصوله إلى وهران حيث سيواجه المنتخب الأنغولي مساء الجمعة يلقى كل الترحيب والدعم، إلا أنه يطمح إلى المزيد. والحمد لله إن شاء الله كما في بلدنا الثاني، وإن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري وشعب موريتانيا إن شاء الله، وحابين جماهير الجزائريين يساندونا في المباراة القادمة إن شاء الله. دعم الأنصار وحده لن يكفي، فالموريتانيون الطامحون لتحقيق مشاركة مميزة مطالبون بتوظيف كل الأوراق الرابحة من أجل تجاوزية المنتخب الأنغولي أولا، ثم مواكبة وتيرة لاعب المنافسين في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا مالي. إذا مشاهدينا لنبقى مع المجموعتين الرابعة والخامسة ولقائي موريتانيا أنغولا وكذلك الكونغو والنيجر، نتحول إلى وهران أين سيكون معنا على المباشر موفد قناة الجزائر الدولية هناك في الباهية وهران ياسين قالم. ياسين مساء النور. أهلا خالد، مساء النور، أهلا بمشاهدي قناة الجزائر الدولية. أهلا ياسين. إذا الباهية وهران اليوم ستعيش على واقع مبارتين في غاية الأهمية سواء في المجموعة الرابعة أو الخامسة، ضعنا في صورة الأجواء التي تسود هناك في وهران قبل هاتين الموقعتين. نعم خالد، مواجهتين مهمتين اليوم في إطار الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الرابعة والخامسة. الافتتاح اليوم سيكون بمواجهة منتخب أنغولا والمنتخب الموريتانيا العربي. منتخب أنغولا الذي تعادل في لقاء الماضي واللقاء الأول أمام المنتخب المالي، مواجهة مهمة ومهمة جدا للفريقين، خاصة وأنت تعلم خالد أن المجموعة تضم 3 منتخبات فقط عكس المجموعات الثلاثة الأولى والتي تضم 4 مجموعات، يعني كل منتخب سيلعب مواجهتين فقط، إما تأهل وإما العودة إلى الديار. المنتخب الموريتاني خالد يعول كثيرا على تحقيق انطلاقة جيدة، خاصة بعد الاستعداد الجيد الذي دام حوالي 3 أشهر تحضيرا لهذا الشان، والذي يجري في ظروف جيدة وجيدة جدا. كل شيء هنا خالد منظم من قبل السلطات ومن قبل القائمين على بطولة إفريقيا للمحليين. هنا أيضا المنتخب الموريتاني سيكون مدعما ببعض الأنصار، هناك بعثة كبيرة من أنصار المنتخب الموريتاني أتت في 3 أيام الماضية، كما سيكون مدعوما أيضا بالعائلات الوهرانية التي ستكون اليوم في تشجيع المنتخب الموريتاني والذي يريد أن يتوج بهذه الكأس. في المباراة الثانية هناك المنتخب الكونغولي والذي انهزم في لقائه الأول أمام المنتخب الكاميروني. قال مدربه أمس أنه يحضر خطة محكمة لتجاوز منتخب النيجر الذي هو الآخر يريد أن يقول كلمته في هذه البطولة التي تحولت إلى منافسة قوية وقوية جدا، لا تختلف عن تلك المنافسة التي تجرى كل 4 سنوات والتي تسعى الجزائر جيدة لتحتضنها في 2025 أخي خالد. طيب ياسين، حديثك عن حضور الجماهير الموريتانية يقودني لسؤال آخر، هل هناك بوادر ياسين يعني لحضور جماهيري أكثر يعني مقارنة بالمباراة الأولى التي احتضنها ملعب ميلود في بيوان؟ الحضور كان محتشم يعني مقارنة بمشاهدنا في قسنطينة وعنابة، في رأيك هل سيكون الحضور أكبر خاصة وأن اليوم عطلة أسبوعية في الجزائر، ربما هذا الأمر يساعد أكثر؟
حقيقة خالد، بالإضافة إلى يوم الجمعة ويوم العطلة الذي قد يسمح للعائلات الوهرانية بالتنقل إلى الملعب، في سؤال سألته إلى على أحد المناصرين أو المشجعين الذين قدموا لمتابعة اللقاء الأول أمام مالي والأنغولا عن سبب عزوف الأنصار، قال أن الوهرانيين ينتظرون قدوم المنتخب الجزائري هنا في النصف النهائي، إلا أن لأني خالد أبشرك بأن المباريات القادمة والمستقبلية هنا في مدينة وهران سيزيد عدد الأنصار، هناك عدد غفير من مناصري النيجر، هناك رحلة خاصة حوالي 300 أو 400 مناصر وصلوا فجر أمس إلى هنا إلى وهران، بالإضافة إلى مناصرين كثر هنا فارقة سيكونون حاضرين بملعب وهران عشية اليوم، الأنصار سيكونون حاضرين أكثر من المباريتين السابقتين خالد. أكيد هذا الأمر سيساعد على إعطاء نكهة خاصة طبعا ياسين للمنافسة الإفريقية. إذا ياسين قالم موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران، شكرا على كل هذه المعلومات، تحياتنا لك. شكرا. إذا ناصر، أني نبدأ مع موريتانيا أنغولا، المنتخب الأنغولي الذي ضيع الفوز تقريبا في أول مباراة، كيف ترى حظوظ المنتخب الموريتاني في ثالث مشاركة أمام هذا المنتخب الذي يمتلك العديد من الفرديات على مستوى التشكيلة؟ بسم نقولوا بكل صراحة أنه المنتخب الموريتاني المرابطون سيواجهون أحسن منتخب أنا اللي شفته في هذه الجولات الأولى، هو المنتخب الأنغولي اللي عنده رأس حربة ممتاز ديبولي سجل هدفين، رفيرا في صدارة مع محيوس مع أيمن محيوس، لعب جيربيرتو على الجهة اليمنى، عنده عدة لاعبين ممتازين تاع بيترو أتليتيكو اللي يلعبوا دائما الأدوار المتقدمة في كأس رابطة الأبطال أو في كأس الكاف. نظن هذه تجربة كبيرة لهاد اللاعبين وهذا المنتخب، حتى ولو المنتخب الموريتاني هو في مرحلة تجديد، يعني أمير عبدو مدرب جديد من جزر كومور، لاعبين ربما شباب، حتى ولو لا يكفي المساندة على الجماهير، لأنه يعني تكلموا أن الجماهير أكيد حتكون مع المنتخب الموريتاني أكيد، لكن هذا لا يكفي، لازم يكون في مستوى. ما ننسوش أن المنتخب الموريتاني لعب نسختين 2014-2018، لعب 6 مقابلات وانهزم في 6 مقابلات. نظن أنه هذا الشيء هذا ربما، لكن هذه كرة القدم كل شيء ممكن، ربما تكون مفاجأة. من نظن أنه من الصعب منتخب الأنغولي ربما من منتخبات لا حتمشي إلى أبعد نقطة ممكنة. فضيل، إحصائية ناصر يعني تاريخية بالنسبة للمنتخب الموريتاني تبعث على التشاؤم بالنسبة لمنتخب المرابطين، ولو أن ظروف المباراة اليوم ستكون مختلفة على أرض جزائرية، أكيد في رأيك هل سيلعب هذا الأمر عاملا مؤثرا ومساهما لكي يؤدي المنتخب الموريتاني مباراة في المستوى؟ أولا لابد أن نقول أنه المنتخب الموريتاني يلعب أول مباراة في المسابقة، لأنه الآن هو التحق بالبطولة بعد 7 أيام، يعني أسبوع من انطلاقها. هذا فيه أمرين، يا يعني إما أنه الفريق يكون عنده يعني الفريشير فيزيك، يكون ما لعبش أي مقابلة يكون جاهز، ولكن في نفس الوقت يعني أنه يلعب مع فريق اللي لعب مباراة راه في المنافسة يعني هذا الأمر هذا ربما سيكون فيه نوع ما يعني حساب. ولكن المنتخب الموريتاني صحيح أنه ما عندوش يعني تاريخ في هذه المسابقة، خسر كل المقابلات، يعني 6 مقابلات خسرها كل، ولكن لابد أن نعترف كذلك أنه الكرة الموريتانية يعني في السنوات الأخيرة هذه يعني عملت خطوات إيجابية، تقدمت. هناك عمل كبير في الاتحاد الموريتاني على مستوى الشباب، على مستوى سلك التحكيم، على مستوى المنتخب الوطني. نظن باللي كان تقدم، نعرف أنه حتى أنه موريتانيا استطاعت أن يصبح لها نائب رئيس في الكاف، يعني هذا أمر جيد بالنسبة لكرة القدم الموريتانية. ولهذا فأتوقع أن هذا المنتخب هذا سيظهر بوجه جديد. صحيح أنه سيواجه منتخب أنغولا ليست بالفريق السهل، يعني معروفة في إفريقيا المنتخب الأنغولي، يعني كرة معروفة، كأس العالم، أندية دائما على أدوار أولى في كأس الكاف في رابطة الأبطال، وشفنا مباراة ضد منتخب مالي، منتخب أنغولا كان على بعد يعني ثواني من الفوز. نعم. صحيح أنه تراجع، ولكن تلقيه كذلك 3 أهداف هذا يطرح بعض الأسئلة، ما يجعل المباراة
ما بين أنغولا وموريتانيا مفتوحة على كل الاحتمالات. فعلا والأمر مماثل بالنسبة للمجموعة الخامسة، ناصر النيجر أمام الذي هو الآخر يدشن مشاركته في الشام بمواجهة منتخب الكونغو الذي خيب في أول مباراة أمام الكاميرون. حتى لو ما عندناش معلومات كثير على المنتخب النيجر اللي هو أيضا الكرة النيجيرية تعود على المستوى الإفريقي في مستوى لاباس به، شفنا المنتخب الكونغو اللي ما ظهرش، كنا الناس ننتظر الأحسن من منتخب الكونغولي، لكن شفناه في مستوى الدون متوسط في اللقاء الأول ضد الكاميرون. نظن لقاء مفتوح، هذا لقاء مفتوح بين المنتخبين. فضل هو منتخب النيجر يعني حاول يستعد يعني لهذه البطولة، يعني قام بتربص في تونس أنهاه مؤخرا، لعب فيه مقابلتين وخسر مباراة من المنتخب الموريتاني بهدفين مقابل صفر. ولكن بالنسبة لمباراة اليوم منتخب الكونغو، صحيح أنه خسر المباراة الأولى، واليوم منتخب الكونغو عنده مشكلة أخرى وهي عنده إصابات كثيرة وخاصة في وسط الدفاع. يعني المدرب نغويا يعني مطالب اليوم بإحداث تغيير اضطراري لهذا المنتخب الذي يلعب يعني مباراة حياة أو موت، يعني مصيرية نعم، لأن المنتخب الكاميروني الأقرب للتأهل. ولهذا فنظن باللي منتخب النيجر الذي هو كذلك استفاد من راحة أسبوع يدخل هذه المقابلة، وربما سيلعب على مشكل منتخب الكونغو. أولا أنه المنتخب الكونغولي يلعب يعني وفي رأسه الخسارة عن الخروج، ويلعب كذلك منقوص من عدة لاعبين إصابات يعني تقريبا 5 إصابات يعني. ولهذا فنظن باللي مباراة صعبة، حتى وإن كان منتخب النيجر يعني ليس له تاريخ كبير في هذه المسابقة، ولكن تبقى كذلك مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب الكونغولي. طيب نعود إلى الحديث عن المجموعة الأولى التي تهم الجزائريين، أكيد بوجود المنتخب الجزائري الذي سيلعب غدا السبت ثالث مباراة في المجموعة الأولى أمام منتخب موزمبيق الذي فاز في الجولة الثانية على ليبيا في واحدة من أكبر مفاجآت الشام بثلاثية مقابل هدفين. إذن الموعد صبيحة اليوم كان مع الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الجزائري مجيد بوغارة بحضور الحارس قندوز هناك في المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. نتابع مشاهدينا جانب من تصريحات مجيد بوغارة وكذلك الحارس قندوز، ثم نعود للحديث عن مباراة المنتخب الجزائري. صحيح أننا تأهلنا، لكن كما قلت سابقا نأخذ كل مباراة بجدية. الهدف واضح أمام الموزمبيق وهو مواصلة تحقيق الانتصارات وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. اللاعبون يريدون إبراز إمكانياتهم. يفصلنا يوم واحد عن المواجهة، وسنرى إذا كنا سنقوم بتغييرات، لكن الأكيد مهما كانت الأسماء المرشحة للدخول في المباراة فإن الجميع جاهز لتقديم كل ما لديه فوق أرضية الميدان. محظوظ أنني أملك تشكيلة ثرية يمكنها لعب أي مباراة. تركيزنا منصب على المباراة الأخيرة لنا في دور المجموعات، فهدفنا تشريف الراية الوطنية. سنلعب المباراة بنية الفوز كما فعلنا في المباريات السابقة. إذن كانت هذه مشاهدينا تصريحات الناخب الجزائري مجيد بوغارة والحارس الأساسي للمنتخب قندوز تحدث عن هذه المباراة. ناصر بوغارة قال بأنه يستهدف الريادة، ولو أن الريادة تمر عبر تعادل يعني نقطة وحيدة ستكون كافية للجزائر لتعبر في المركز الأول. لا، الريادة بالفوز تعطيها عندها طعم آخر أكيد. يعني لازم نقول أكيد، لازم نقولها بكل صراحة، لكن أكيد اليوم أنه الهدف تاع المنتخب تاعنا هو المرتبة الأولى للبقاء في ملعب نيلسون مانديلا، هذا شيء إيجابي كبير. شفنا الحارس تكلم أن في التركيز في كل اللاعبين راح يمدوا كاع واش عندهم باش يفوزوا بهذا اللقاء. المجموعة تكلم الناخب الوطني أنه المجموعة أي لاعب سيلعب يقدر يلعب ويقدر يمد كما نقولوا الماكسيموم، هذا اشياء ايجابيه. نظن انه كل شيء تمام كما نقولوا راه. فضل المنتخب يلعب مباراه ثالثه، ربما هل تتصور ان يدخلها المنتخب الجزائري اكثر تحرر من المباراه الاولى الافتتاحيه امام ليبيا اللي كانت صعبه ومعقده خاصه من الجانب البسيكولوجي، ثم مباراه اثيوبيا التي كانت ايضا صعبه على المنتخب فزنا فيها بهدف وحيد، تتوقع اداء افضل غدا بحول الله من طرف المنتخب الجزائري؟
هو الشيء اللي الملاحظ على المنتخب الوطني انه في المقابلتين يعني كانت لعب بصعوبه كبيره، يعني شفنا انه في مقابلتين يعني تألم قبل ان يفوز. نتمنى ان يكون ذلك يعني امر عابر بالنسبه للمقابلتين. في المباراه الثالثه المنتخب الوطني يلعب وهو متأهل، ولهذا فالشيء اللي نخشاه فقط هو يعني الرولاشمون، يعني انه اللاعبين يحسبون المباراه سهله ويدخلوا بالسهوله في الذهنيات، في الذهنيات يعني التركيز يكون كثير يعني على الاقل التعادل او الفوز. ونعرف انه منتخب موزمبيق اللي اعطى درس يعني في كره القدم للمنتخب، يعني الفعاليه يعني سجل 3 أهداف ضد منتخب ليبيا في 16 دقيقه، يعني هذا المنتخب هذا ليس منتخب سهل يعني. ولهذا فالمنتخب الوطني نظن بلي المدرب مجيد بوقرة يعرف هذا الامر جيدا ويكون حذر اللاعبين حتى يكملوا على نفس الديناميكيه. الفوز مهمه جدا، لماذا مهمه؟ مش في المباراه هذه، مهمه المباراه القادمه، يعرف انه المنتخب متاهل ولكن لازم يكون يرفع من الحجم اللاعب، يرفع من الحجم الذهنيه تاعو حتى يكون المباراه القادمه مباراه فاصله، يعني ما فيهاش يعني نقاط او فيها خارج يعني خروج المغلوب. ولهذا فنظن بلي مباراه الغد ستكون مباراه بالنسبه للمنتخب الوطني مهمه من عده جوانب، من ناحيه الفوز ومن ناحيه تحضير المباراه القادمه في الدور الربع النهائي. نقطه مهمه جدا فضيل، لان المنتخب الجزائري ناصر ما لعبش مباريات كثيره وديا، يعني اي نعم حضر قام بتربصات ولكن على ملعب نيلسون مانديلا بالتحديد اجرى مباراه وديه واحده امام المنتخب الغاني قبل بدايه الدوره، انتهت بالتعادل سلبي بين المنتخبين. في رايك هي فرصه بالنسبه للمنتخب انه يكسب مباراه اخرى يعني في هذا الملعب؟ راح يكون اللقاء الرابع فوق هذا الملعب فعلا، معالم اكبر يعني من المهم جدا بالنسبه للاعبين. وكما قال فوديل الفوز راح يعطيك دفع اخر، لان تفوز ب9 نقاط ربع نهائي راح تكون تدخلوا بكل ارتياحيه، بكل ثقه أيضا. بكل ثقه لازم نقولها بكل صراحه، لما تفوز 3 لقاءات الاولى تاعك وتبدا كيما سلسله الانتصارات، هذه هي النقطه الايجابيه. فقط ملاحظه، احنا تكلمنا على المنتخب الوطني قلنا يعني انه ما سجلش، يعني هي البطوله هذه كلها يعني ضعيفه التهديف، يعني الان بعد 24 مباراه يعني كان المعدل تاع التهديف 1.7، يعني لم يصل حتى الى هدف اثنين على الاقل، تفوت على الاقل فوت اثنين. رانا في اليوم عده مباريات انتهت بالتعادل الى حد اليوم رانا في 1.7، نظن باللي التهديف صعب وسيكون اصعب في الدور القادم. والجزاء المنتخب حبيت نرجع للمنتخب، اكيد انه شفنا اللقاء الاول تالم كما قال المنتخب، فزنا على ضربه جزاء. اللقاء الثاني كان احسن نوعا ما من ناحيه صناعه الفرص نصر، ولكن مازال مشكل الفعاليه. لا الفعاليه خلينا نخليها في الاخير، لكن بصفه عامه المجموعه كانت احسن، حتى ولو الناخب الوطني غير اسلوب لعبه، لعب بدفاع ب3 لاعبين، شفنا الانتشار فوق الميدان كان احسن، في الصراعات كنا احسن. نصر اسمح لي بسؤال، هل تتصور ان يواصل المنتخب بخطه 3-5-2 او 3-4-2-1 يعني اللي كان؟ والله انا من الاحسن، انا من الاحسن انا تكمل بهذا، لانه شفنا ب 3-5-2 كنا خلقنا اكثر فرص، كان اكثر عدد في البوكس تاع اللاعبين تاعنا، على الاروقه بالخيتر ولا العوافي كنا احسن بكثير، نظن فيه كانت ايجابيات كثيره. فضيل تتوقع ان نواصل بنفس الخطه بنفس الاسماء، ام انه ستكون ايضا فرصه لبوغالا لاقحام بعض الاسماء الجديده لتكسب مباريات يعني في الارجل؟ نظن باللي المدرب حتى هو تكلم قال ربما سنرى اذا كانت تكون فيه هناك تغييرات. اكيد هو عنده تشكيله في ذهنه يعني. انا نظن التغييرات اللي اذا حدثت لن تحدث على مستوى النهج التكتيكي، تحدث فقط على مستوى المناصب، يعني منصب بمنصب. ضمن الناحيه التكتيكيه المدرب سيكمل هذه المباراه الثالثه، وفي المباراه القادمه سيكون في حسابات اخرى، لانه فيه اقصاء مباشر يعني لونجو فاشونجي راح يتبدل، والمنافس ليس المنافسين تاع الدور الاول، ربما هناك يكون فيه تغييرات على مستوى التكتيك، ولكن في المباراه الثالثه نظن ربما فيه تغييرين ثلاثه على مستوى المناصب لاعب بلاعب. والاهم فضيل سيكون الفوز بالنسبه للمنتخب الجزائري ليمر اولا ورائدا لهذه المجموعه الاولى وليواصل ايضا في هذه المنافسة إلى غاية تحقيق حلم التتويج. إذا المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد من برنامج شان الجزائر. نصر بويشة دول الجزائر السابق محلل قناة الجزائر الدولية، شكرا على كل ما قدمته. شكرا خالد. فضيل الحفيظ الإعلامي الجزائري محلل القناة، شكرا جزيلا على كل ما قدمته في هذا البرنامج. الشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا الأفاضل على حسن الإصاء والمتابعة. السلام عليكم.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس معا نصنع المستقبل.